Assalamu alaikum, masa al khair, good afternoon. أتقدم بخالص التقدير والامتنان إلى السيد الرئيس تبون على الاستقبال، كما أشكره على اللقاء الذي دار بيننا، حيث قمنا بتقييم العلاقات الثنائية بين بلدينا خاصة في المجال الأمني. وهنا أكدنا على الالتزام سويا والعمل سويا من أجل ترقية الحريات الأساسية والعمل على ازدهار البلدين، كما أشرنا إلى التقدم التاريخي الذي تم إحرازه بين البلدين في مجال التعاون التجاري، وكذا مكافحة المخدرات والإرهاب والاتجار بالبشر. وفي هذا السياق نشيد بتوطيد العلاقات الثنائية بين شعبينا، مع تقوية العلاقات الدبلوماسية للبلدين من خلال الالتزام والعمل على رفع تحديات المنطقة. وفي هذا الشأن نشهد مستويات تاريخية لتنامي ظاهرة النزوح القسري، وعليه فإننا نرحب بالقيادة الجزائرية التي تعمل جاهدة على حل مسألة الهجرة غير الشرعية بطريقة آمنة وسلسة وإنسانية. نعلم جيدا أن شراكتنا الثنائية جد مهمة لاستقرار وأمن وازدهار شمال إفريقيا والساحل وما جاورها، وعملنا الثنائي يزداد قوة بما أننا متفقين على تثمين حقوق الإنسان.